بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 84 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مطلع هذه الحلقة نحيي المستمعين ونرحب بفضيلة شيخنا وأستاذنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، لدى تفضله بإجابة المستمعين في رسائلهم التي ترد لبرنامج نور على الدرب. فمرحبا بفضيلتكم في بدء هذه الحلقة، وحياكم الله معنا في البرنامج. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، نطرح الآن بعض الرسائل التي جاءت لبرنامج نور على الدرب في هذه الحلقة، على أمل إن شاء الله نتواصل مع المستمعين في حلقاتنا القادمة. المرسل منيف الحمزي من جيزان بعث برسالة ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: يا شيخ، إذا كان لك أقارب وهم قريبون منك حق القرابة، أنا ساق الرسالة بخط صاحبها، لكن استطاع الشيطان أن يوقع بينهم ويفرق بينهم، وأنا أحد أولادهم، ومن جراء هذه الفتنة التي وقعت تفرقوا ومنع أولادهم من الزيارة لبعضهم، وأنا حفاظا على قوله الرحمة من اسمي، فمن قطعها قطعته ومن وصلها وصلته، فما هو الواجب علينا نحو ذلك؟ جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه. الله سبحانه وتعالى جعل للأقارب حقا واجبا بعد حقه سبحانه وتعالى وبعد حق الوالدين. وما ذكره السائل من أن الشيطان أوقع العداوة بين هؤلاء الأقارب حتى وصل بهم الأمر إلى أن منعوا أولادهم من زيارة أقاربهم، فهذا أمر لا يجوز أن يحصل بين المسلمين، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فإذا كان هذا في سائر المسلمين فكيف بالأقارب؟ وجاء في الحديث أنه حينما تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر للمسلمين سيئاتهم ما عدا اثنين كانت بينهما مشاحنة، فيقول سبحانه وتعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذا كانت قطيعة الرحم والمشاحنة تمنع مغفرة الله سبحانه وتعالى للسيئات، هذا خطر عظيم. فالواجب على أقاربكم التوبة إلى الله والمسامحة فيما بينهم ورجوع المودة فيما بينهم، وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وأما موقفكم أنتم فموقف النصيحة، عليكم بالنصيحة وإصلاح ذات البين، وأنتم على أجر عظيم في ذلك إن شاء الله. ولا تقطعوا زيارة أقاربكم امتثالا لقول آبائكم، فإن هذا من المعصية، قطيعة الرحم من المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعليكم بصلة أرحامكم وزيارة أقاربكم مع مناصحة آبائكم وأقاربكم الذين حصل بينهم ما حصل من العداوة، لعل الله أن يكتب على أيديكم الصلح ويكتب لكم الأجر. يقول أيضا في ثنايا رسالته وفي جزئيته الأخرى: أرجو التفضل بتوجيه حول حق رضا الوالدين وحق صلة الرحم، وأيهما أرضى؟ الحقوق بالترتيب: أولا حق الله سبحانه وتعالى، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق الفقراء والمساكين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، هذا حق الوالدين. ثم قال: وبذي القربى، هذا حق القرابة. الرابع حق اليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذه الآية الكريمة تشتمل على 10 حقوق، ولهذا يسميها العلماء آية الحقوق العشرة. والشاهد منها أن الله ذكر حق الأقارب في المرتبة الثالثة. نعم. هذه هي رسالتك يا أخي منيف الحمزي من جيزان قرية الخشابية، وسننتقل إلى رسالة أخرى لمستمع آخر، فتح الرحمن إبراهيم فضل المولى. له مضمون أسئلة ومجموعة أسئلة. يقول: أنا مقيم في المملكة في ضواحي عفيف، راعي غنم، ولا أصلي صلاة الجمعة في المسجد، يقول نسبة إلى ظروف العمل، وصاحب الغنم لا يسمح لي بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فهل علي شيء؟ وجهوني جزاكم الله كل خير. هذا فيه تفصيل. إذا كان الأمر يتطلب
حضورك عند الغنم لئلا تسرق أو لئلا يعتدي عليها السباع أو ما أشبه ذلك، يعني يكون على الغنم خطر إذا لم تبقى عندها، فإن هذا عذر شرعي يبيح لك ترك صلاة الجمعة. أما إذا كان الأمر بالعكس وأن الغنم في مأمن ولا خطر عليها، فلا يجوز لصاحب العمل أن يمنع العامل من حضور صلاة الجمعة وحضور صلاة الجماعة، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى وليس هناك عذر شرعي يسقطه. فيجب على الكفيل أن يمكن العامل من أداء الجمعة ومن أداء الصلوات الخمس ما لم يكن يلزم على ذلك ضرر من ضياع المال أو ما هو مستحفظ عليه. في برنامج نور على الدرب أحيانا نأخذ هامشا على أسئلة بعض المستمعين، حث فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان لأولئك الذين يمتطعون ظهور السيارات وخاصة السيارات الكبيرة ويأخذون في شرق البلاد وغربها أثناء أوقات الصلاة وغيرها خاصة صلاة الجمعة، توجيه فضيلتكم لمثل هؤلاء. صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، واجبة وجوب عيني على كل مسلم إلا من عذرهم الله سبحانه وتعالى من المرضى والنساء والمسافرين والمماليك. أما من لم يكن له عذر من هذه الأعذار فإن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ولهذا جاء في الحديث أن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. الواجب على المسلم أن لا يتساهل في صلاة الجمعة، وإذا صار يبي ينتقل من مكان إلى مكان في البلد السفر بحجة السفر مثلا، إذا كان أنه يريد السفر فله أن يسافر، إلا أن العلماء يقولون يكره له أن يسافر في صبح الجمعة إلا إذا كان سيصليها في الطريق، وإذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة الأذان الأخير، إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة الأذان الأخير حرم السفر وجب حضور صلاة الجمعة. أما إذا كان يريد أن ينتقل في البلد من مكان إلى مكان فإنه يصليها في المسجد الذي في طريقه ولا يعطل صلاة الجمعة. وإذا خرج من البلد وابتعد عنها وصار بينه وبين الجامع مسافة ويشق عليه الرجوع لصلاة الجمعة فإنه يعذر في هذا. نعم، ويصليها ظهرا. يصليها ظهرا. في رسالة الأخ فتح الرحمن إبراهيم فضل المولى يقول: أنا متزوج امرأة وجايب منها أطفال ولها حوالي 8 سنوات لم أعطيها شيء، ماذا أفعل؟ وجهوني في هذا الأمر جزاكم الله كل خير. المطلقة ليس لها نفقة، وإذا كانت بائنا أو خرجت من العدة فإنها ليس لها نفقة، لكن يبقى نفقة الولد. نفقة الولد واجبة على والده، فالواجب عليك أن تنفق على أولادك وأن تعوضهم عن المدة الفائتة، لأن نفقة الولد واجبة على والده. نعم، أنا أستشف من هذه الرسالة فضيلة الشيخ لأنه لم يوضح هل هي مطلقة أو لا، أستشف أنها على ذمته، فإن كانت على ذمته ومنع عنهما أو عنها وعن أطفالها القوت خلال 8 سنوات، ما توجيه فضيلتكم له؟ يكون آثما في ذلك وتاركا لواجب عليه. وإذا كانت المرأة قد استدانت وأنفقت على نفسها فإن سداد هذا الدين الذي أنفقته المرأة على نفسها وعلى أولادها يكون على الزوج وعلى الوالد. أما إذا كانت أنفقت على نفسها من غير دين فإن النفقة تسقط بمضي الزمان، إلا إذا أنفقت في استدانت أو أنفق عليها أحد بنية الرجوع على من تجب عليه النفقة. فضيلة الشيخ، ننتقل بعد هذا إلى رسالة من رمزت لاسمها بنون عين من البحرين، تقول: أنا المرسلة الحائرة، لدي سؤال يا فضيلة الشيخ في أشد حالات الخوف والقلق والحيرة من طرحه عليكم. في يوم من الأيام دخلت في مناقشة مع زوجي بخصوص موضوع عادي، ولكن زوجي عصبي جدا رغم طيبته، يعني أي موضوع لا يعجبه يعصب ويصرخ في وجهي وفي النهاية يهدد بالطلاق أو بالحلف. المهم لا أطيل على سماحتكم، كنت أنا أنوي الذهاب إلى مكان ما عندما عصب قال لي: والله إذا ذهبت إلى هذا المكان تكوني طالقة مني بالثلاث، وأنا مضطرة إلى الذهاب إلى المكان الذي منعني منه، لكني خائفة في ذهابي يقع الطلاق أو لا، مع العلم أن امرأة ملتزمة جدا ولا أريد أن أعمل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا التهديد والحلف بالطلاق بيومين أو أكثر قال لي زوجي: اذهبي إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه، أي عندما هدأ قال ذلك. أنا كانت النية عندي أنه إذا أمنعك من الذهاب، هذا كلام الزوج، أنا كان في نيتي أن أمنعك فقط من الذهاب في نفس اليوم، وأما الآن فأي مكان
تشائين الذهاب إليه فاذهبي. وأنا قلت له لا، أنا أخاف بعد كل هذا الذي حصل من ذهابي أن يقع الطلاق، أفتوني. إذا كان كما ذكرت أنه نوى تحديد الحلف في وقت معين وقد انتهى هذا الوقت، فإن اليمين تنتهي ولك الذهاب إلى المكان الذي تقولين. أما إذا كان لم يحدد بوقت معين فهذا يرجع فيه إلى نيته. وعلى كل حال الواجب عليكم أن تذهبوا أو يذهب هو بنفسه، أن يذهب هو بنفسه ويسأل أحد العلماء القريبين منه ويفصل له في نيته ومقصوده ليكون الجواب موافقا للحالة التي صدرت منه. أما أنت فلا تقدرين على معرفة نيته إلا إذا صح ما قاله إنه يريد تحديد اليمين بيوم معين. نعم، وأشار في ذلك في نهاية الرسالة. هذا على مسؤوليته، إذا ثبت هذا فإنه ينتهي الطلاق بوقته. نعم. توجيه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان لأولئك الذين جعلوا من الحلف بالطلاق والحديث عن الطلاق أيضا حديث المنازل في هذه الأيام. طلاق أمر خطير ولا يجوز للمسلم أن يتساهل في أمر الطلاق ويجعل الطلاق سلاحا يشهره دائما في وجه زوجته كل ما أراد أن يهددها أو أن يغضبها أو ما أشبه ذلك، أو يمزح عليها أن يتكلم بالطلاق. يجب عليها أن يحفظ لسانه ولا يتكلم بالطلاق إلا عند الحاجة إليه، ويلتزم بأحكامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن هزلهن جد، هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والعتاق والنذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين أن يحفظوا ألسنتهم من الطلاق ولا يتكلموا به إلا في حدود ضيقة وفي وقت الحاجة إليه. نعم. ولكن كيف يفرق بين الحلف وقوعه حلف وإيمان؟ أو حسب نية القائل، حسب نية الناطق. نعم نعم نعم. إذا كان نيته إيقاع الطلاق فإنه يقع. نعم. وإن كانت نيته اليمين على المنع من شيء أو الحث عليه أو تصديق شيء أو تكذيبه فإنه يجري مجرى اليمين على الصحيح من قولي العلماء، وإلا فيه وهم كثرة من العلماء من يرون وقوعه مطلقة. نعم. نعم. سبحان الله. نعم. أين الناس من قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فضيلة الشيخ، رسالة أيضا من الرسالة جاءت لبرنامج نور على الدرب، يقول فيها المرسل أو تقول فيها المرسلة إلى فضيلة شيخنا الجليل: أرفع لفضيلتكم هذه المشكلة وفحواها، أني تزوجت من رجل هو متزوج في السابق، لكن زوجته توفيت وتركت له 3 بنات كبار، وجاء لهن نصيب وتزوجوا من خارج القرية التي نسكن فيها، وأنجبن أولادا وبنات، فصار الأولاد كبار وهم ينادونني يا جدة، وأنا أقابلهم وأذهب معهم في السيارة سواء لزيارة الأقارب أو المستشفى أو غير ذلك. سؤالي: هل علي شيء في مقابلتي لهم وأيضا الركوب معهم في السيارة ولو غير ذو محرم؟ أرجو من فضيلتكم الإفادة ولكم مني جزيل الشكر. لا حرج عليك في ذلك، وهم من محارمك، لأنك زوجة جدهم، لأنك زوجة جدهم من أمهم. والله سبحانه وتعالى في لما ذكر المحرمات قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وكلمة آباؤكم تشمل الآباء والأجداد من جهة الأم ومن جهة الأب. نعم نعم. في عرضها لهذه المشكلة جاءت جزئية في هذه الرسالة، تقول: أنا ولله الحمد مواظبة على صلاة الضحى أو على ركعتي الضحى، في يوم من الأيام وضعت على رأسي ما يسمى وما يعرف بالحنة، ولم أتذكر الصلاة إلا بعد وضعي للحنة على رأسي، فهل علي شيء في ذلك جزاكم الله خيرا؟ صلاة الضحى سنة ليست واجبة، إذا تركتيها فلا حرج عليك، سواء وضعتي على رأسك الحنة أو لم تضعي. صلاة الضحى سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والمسلم بالخيار، إن شاء أن يفعلها وله أجر، وإن شاء أن يتركها ولا حرج عليه. نعم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة من أحد الإخوة، محمد علي إسماعيل من مصر، يقول: أنا أقيم معكم في المملكة العربية السعودية وبالذات في مكة المكرمة، وداوم على سماع برنامج نور على الدرب، ولعدة أسئلة سنستعرض جزءا منها في هذه الحلقة. في سؤاله الأول يقول: سافرت إلى مصر ورجعت منها في شهر ذي القعدة إلى مكة المكرمة، ولم أدخل مكة محرما لأني كنت ناوي الحج وحجيت في السابق ولله الحمد، هل علي شيء بعد ذلك؟ الحج صحيح الحمد لله إذا كنت أديته على الوجه المطلوب وأكملت مناسكه، ولكن دخولك إلى مكة متجاوزا الميقات بدون إحرام وأنت تريد الحج
الحج تكون قد تركت واجبا من واجبات الحج، لأن من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر منه ولا يؤخر الإحرام إلى مكة أو إلى ما دون الميقات، فما حصل منك يعتبر تركا لواجب يوجب عليك الفدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم. شيخ صالح، فيما يتعلق بأولئك الذين يرتدون مكة المكرمة، سواء هذا الذي يعمل الآن في دارة التعليم مكة المكرمة، يقول قدمت إلى مكة المكرمة دون إحرام، فهل من دخل إلى مكة يشترط فيه أن يكون محرما؟ إذا نوى النسك، إذا نعم. نوى الحج أو العمرة في دخوله، نعم. فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر منه. أما إذا جاء لعمله وهو لا يريد حجا ولا عمرة فليس عليه إحرام من الميقات، نعم. وإذا أراد أن يحج فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه ولو من داخل مكة. إذن لو نوى بعد ذلك يحرم من المكان الذي نوى منه، نعم. ولو من داخل مكة إذا كان يريد الحج. أما إذا أراد العمرة فإن كان خارج مكة فإنه يحرم من مكانه، نعم. إن كان خارج الحرم فإنه يحرم من مكانه، وإن كان داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة، نعم. نعم. وسؤاله الثاني في هذه الرسالة يقول أنا أعمل في بقالة وأجلس فيها حوالي 16 ساعة، أتعب جدا وأقوم أحيانا بعد طلوع الشمس ولم أصلي الصبح أو الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فهل علي شيء في ذلك؟ هذا خطر عظيم، نعم. والنوم إذا صار عادة لا يكون عذرا في ترك صلاة الفجر، الواجب عليك أن تقوم لصلاة الفجر وأن تعمل الأشياء التي توقظك لصلاة الفجر أو توصي من يوقظك لصلاة الفجر، ولا تتخذ النوم عن صلاة الفجر عادة وتصليها بعد خروج وقتها، فإن هذا خطر شديد وتأخير للصلاة عن وقتها وتضييع لها. لكن لو عزمت على القيام وعملت الاحتياطات للقيام وغلبك النوم في بعض الأحيان فهذا عذر يسقط عنك الإثم. قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما الإنسان الذي لا يبالي ويتساهل في القيام ويقول متى ما قمت صليت فهذا لا يجوز من المسلم، نعم. نعم، ينبغي أن يأخذ أيضا الحيطة والحذر في وضع منبه أو كذا. نعم، قلنا أنه يحتاط بأن نعم. يجعل يوصي من يوقظه، نعم. أو يجعل منبها كالساعة أو غيرها يوقظه عند صلاة الفجر، نعم. نعم. ونواصل أيضا في تقديم هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ضيف هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. فضيلة الشيخ، تقول مرسلة من المستمعين أمامي رسالة لها، هل يجوز للفتاة المسلمة أن تقص شعرها وتقصره، ذلك رغبة منها ومحبة للشعر القصير منذ الصغر؟ وتقول كما أنني يا سماحة الشيخ أظن في قص الشعر أنه يقويه ويزيد في غزارته، فما رأيكم بذلك أثابكم الله؟ قص المرأة للشعر إن كان لأجل الحاجة كأن يكون ثقيلا عليها وهي مريضة أو كبيرة السن أو يحتاج إلى مؤونة وهي فقيرة فلا بأس بتخفيفه وقصه كما فعل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أما إذا كان لغرض الزينة فالزينة في بقائه والعناية به، وأما قصه فإنه ليس من الزينة وإنما يكون من التشبه، لأن هذا القص ما عرف إلا بعد أن صار كثير من بنات المسلمين ونساء المسلمين ينظرن إلى الكافرات أو الأجنبيات الوافدات أو اللاتي تظهر صورهن في وسائل الإعلام فيقلدن هؤلاء ويتشبهن بهن على ظن أن هذا من الزينة ومن الجمال ومن الإعجاب بهؤلاء النسوة، وهذا أمر يجب تركه، ويجب أن يكون نساء المسلمين بعيدات عن التشبه بالنساء غير المسلمات، نعم. سؤال آخر أيضا له صلة بسابقه أو قريبا منه، شاع في طب الأسنان تركيب جسر لتقويم إعوجاج الأسنان والتخفيف من بروزها، هل يجوز فضيلة الشيخ أن أعدل أسناني بحال من الأحوال سواء أكان البروز كثيرا أم عادي؟ وكذلك أسأل عن حكم إزالة الشمات من الوجه. الأسنان التي فيها تشويه أو فيها آلام تحتاج إلى علاج وإلى ربط أو تلبيسة من الذهب، لا بأس بذلك للحاجة، لا بأس بذلك للحاجة ولإزالة التشويه وإزالة الضرر، لأن هذا يكون من باب العلاج المباح. أما إذا كانت الأسنان عادية وليس فيها تشويه وليس فيها أي خلل فإنه لا يجوز العبث بها وبقصد أو بظن أن هذا من الزينة. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات من النساء،
وهن اللاتي يبردن الأسنان من غير حاجة إلى ذلك وإنما بقصد الزينة، وهذا يكون من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي لا حاجة إليه، بل هو من الترف ومن تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ذكرت من علاج الشامات التي تكون في الوجه إذا كانت مشوهة وهناك علاج طبي يزيلها فلا حرج في ذلك، أن هذا من إزالة التشويه. تبقى لها أيضا سؤال إن شاء الله ننقله إلى حلقة قادمة من حلقات برنامج نور على الدرب. مستمعينا الأعزاء، في نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. والشكر الجزيل أيضا موجه للسادة المستمعين ومتابعين لهذه الحلقة، تحية لكم من الزميل الذي واكبنا في هذه الحلقة فهد العثمان. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، وعنوان البرنامج كما هو معلوم ومعروف للجميع: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض، صندوق البريد 60959 60059، برنامج نور على الدرب.